الخيانة قبح وعيب ورذيلة، والخائن ممقوت وذميم وشائن، أخلاقه وضيعة وسلوكه قبيحة ومناقبه كلها رداءة ودناءة. التاريخ لا يرحم، وهو أقسى ما يكون مع أولئك الذين خانوا أوطانهم وتسببوا في خذلانها وتأمروا لإلحاق الضرر بها وتمزيقها وتدميرها. لقد حفر التاريخ على صفحاته كثيرا من قصص الغدر والخيانة والتي لا يخلو منها أي زمان ومكان. وقد قال عنهم النازي هتلر: أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتي هم أولئك الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم، في إشارة إلى قبح الخيانة واحتقار صاحبها حتى ممن ساعدهم. الخونة في عالمنا كثيرون جدا، لقد كانوا في الماضي وهم موجودون في الحاضر، وسوف يظل الخونة موجودون في عالمنا حتى قيام الساعة. فخونة الماضي ذكرهم لنا التاريخ، وخونة الحاضر سوف يذكرهم التاريخ مستقبلا. سنذكر هنا جزءا من قصص الخيانات عبر التاريخ والتي تسببت في هدم الشعوب وإراقة الدماء. لكن قبل أن نبدأ، نرجو منك أخي الكريم دعمنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. يقال بأن أول الخيانات هي خيانة أبو رغالة، وهو الشخص الذي أرشد إبرة إلى طريق مكة المكرمة مقابل حفنة من المال، حينما عزم إبرة على هدم الكعبة والكل يعلم بنهايته، وذلك في سنة 570 ميلادية. أما قبر الخائن أبو رغال فصارت العرب ترجمه بالحجارة حينما يقصدون مكة المكرمة، لأن قبره بالقرب من هناك. ومن أشد الخيانات وأقبحها ما قام به ابن العلقمية، وهو وزير الخليفة العباسي المستعصم بالله، حيث كان ابن العلقمي يراسل القائد هولاكو بالسر يطلب منه أن يحتل بغداد وأن يكون له دورا في حكم العراق إذا سقطت بغداد. ولكي تكون المهمة سهلة على هولاكو، قام ابن العلقمي بتسريح 90,000 من الجنود، وأبقى على 10,000 جندي لحماية بغداد، وذلك بحجة تقليص النفقات. وعندما مهد الأمور طلب من هولاكو أن يأتي، فوصل هولاكو عند أسوار بغداد. حينها طلب ابن العلقمي من الخليفة المستعصم بالله أن يذهب بنفسه هو الأمراء وأعيان البلاد، وطلب منه أن يكون محملا بالهدايا الثمينة إلى هولاكو، مدعيا بأن هذه الطريقة ربما يتراجع هولاكو عن احتلال بغداد. وذهب الخليفة بحاشية من 700 فرد، ولكن الذي حصل عكس ذلك، حيث قام هولاكو بقتل الجميع، وذلك أمام عيون الخليفة المستعصم بالله. ثم قام هولاكو بعد ذلك بقتل الخليفة نفسه، وفي لحظتها سقطت الدولة العباسية، وكان ذلك في عام 1258 ميلادية. فقام هولاكو بقتل قرابة 1,000,000 فرد، ودمر بغداد تدميرا شاملا بشريا وثقافيا. أما ابن العلقمية فلم يحصل على أي شيء من هولاكو، ومات بعد فترة قصيرة مقهورا. أما الخائن الثالث فهو الملك إسماعيل الأيوبي، حيث كان يحكم دمشق وفلسطين، فطمع في ضم مصر إلى مملكته، وكانت مصر يحكمها ابن أخيها الملك الصالح نجم الدين أيوب وزوجته شجرة الدر. فجهز الملك الصالح إسماعيل جيشا كبيرا، ثم طلب من بعض ملوك الممالك الصليبية مساعدته على حرب ابن أخيه، فاشترطوا عليه التنازل لهم عن القدس مقابل المساعدة، فوافق على ذلك وأعطاهم مدينة عسقلان فوق ذلك. ودارت معركة شرسة بين الجيشين، وموقع المعركة كان عند مدينة غزة. وفي نهاية المعركة انتصر الملك الصالح نجم الدين أيوب
على جيش الملك إسماعيل والجيوش الصليبية. أما الجيوش الصليبية ففرت هاربة مخلفة وراءها 30,000 قتيل. وأما الملك الصالح نجم الدين أيوب فوصل تقدمه إلى مدينة القدس وحررها، وظلت القدس عربية حتى احتلالها مرة أخرى من قبل اليهود. وهذه الخيانة تمت بعد موت صلاح الدين خلال أشهر قليلة من وفاته. فالخائن لوطنه كسارق مال والده ليطعم به اللصوص، فوالده لن يسامحه واللصوص لن تشكره. وهذا ما حصل بالضبط عندما قام أحد النمساويين بمساعدة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي خاض معركة شديدة ضد النمسا، لكنه خرج منها بهزيمة فادحة في معركة أسبرن التي خاضتها جيوشه ضد الجيوش النمساوية، وذلك بسبب وعورة المنافذ الجبلية. فبدل الإمبراطور من خطته النزالية إلى خطة استخبارية، وأمر جنوده بالبحث عن جاسوس يساعدهم على اقتحام المنطقة. وبعد أن طال البحث واشتدت مرارة الهزيمة، هيأ لهم القدر خائنا بامتياز، وهو رجل نمساوي يعمل بالتهريب ويعرف الحلقة الأضعف في الحدود النمساوية. فدل الجيوش الفرنسية على الطريقة المثالية لاقتحام المنطقة التي لم تكن محصنة إلا بجيوش من كبار السن ينقصها العداد والعدة، لكونهم يرابطون في منطقة قل من يستطيع الوصول إليها. كانت هذه الخيانة والمعلومات الذهبية مقابلة حفلة من المال. وعندما تم النصر لنابليون بفضل هذه المعلومة القيمة، أراد ذلك الدليل مصافحة الإمبراطور نابليون بونابرت الذي رفض مصافحته وألقى إليه صرة من المال قائلا: يد الإمبراطور لا تصافح الخونة. فالخيانة فعل وضيع أيا كان مرتكبها، وبمجرد أن تتلقى خبرة خيانة أحدهم ستشعر وكأن قلبك انقبض دون أن تدري. فأنواع الخيانة كثيرة جدا، لكن تبقى خيانة الأوطان هي الخيانة العظمى التي لا يستحق مستحلها الشفقة أو الرحمة. وعلى مرارة العصور ستجد العديد والعديد من خونة الأوطان، ولكنهم ذهبوا وظلت الأوطان بشموخها.